مرة ثانية أحييك أخي أيمن، وأحيي معالي الدكتور فيصل معالي الوزير، أحييه وأحيي الأردن. الأردن شعب رائع ودولة حديثة، والحقيقة حافظت أيضا على حسب أعتبرها بلد الثاني. الحقيقة أزورها تقريبا في العام 3 مرات، والتقي بزملاء دراسة وأيضا مثقفين وصحفيين وبرلمانيين ورحلات ثقافية للأردن. فأحييه الحقيقة من هذا المنبر، وأحيي الشعب الأردني، وأحيي كلمة كذلك جلالة الملك عبد الله، كانت رائعة بكل المعاني في الحقيقة، وكذلك الضيوف يعني، ولكن الحديث الشيء بالشيء يذكر. فيما أحيي مشاهدات ومشاهدين في كل مكان لقناتكم الموقرة. فيما يخص هذه القمم، ليس قمة واحدة الحقيقة، هي قمة سعودية أمريكية، هي قمة من ناحية كذلك أمريكية خليجية مع دول الحقيقة رائدة ورائعة ومحورية في المنطقة، 3 دول: مصر والأردن والعراق. ثم هنالك قمم غفل الناس عنها، يعني هناك قمم التي هي ثنائية، يعني بايدن السيد بايدن التقى بكافة تقريبا الملوك والزعماء الذين حضروا، التقى بهم واحدا واحدا، فهي تعتبر قمم. يعني أستطيع أن أقول بأنها ليست يعني قمة، وإنما هي تعتبر حتى أكثر من 10، لأن دول 10 التي كانت القمة، هذه 10 قمم بالإضافة إلى القمم الأخرى التي هي القمة المجتمعة. القمة مهمة جدا، ومهمة للحقيقة توقيتها ولموضوعها ولمن حضروا فيها، فلمن شاركوا فيها من الملوك ومن أصحاب كذلك المعالي. والسعادة هي رائعة جدا بكل المعاني. الموضوع هو الأمن والتنمية، وهنا يأتي الحقيقة يعني أنه لا يمكن يوجد تنمية بدون أمن، وكذلك إذا وجد أمن فارغ يعتبر بدون تنمية، يعني